السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا قبل ما ندخل بمحور حلقتنا لهذا اليوم ونتناقش ونعرف تفاصيله ومواضيعه، طبعا يعني فجع كادر برنامج أرض السواد أول أمس بخبر وفاة أحد ضيوف برنامج أرض السواد. قبل تقريبا 3 أسابيع أو 4 أسابيع توجه الكادر إلى محافظة بابل وتحديدا بالمحاويل، وكنا نصور على موضوع الثروة السمكية وتربية الأسماك. التقينا ويا شاب اسمه أحمد عبد الستار، هذا الشاب خريج جامعة ومجتهد ودارس، ولكن للأسف ما وجد فرصة عمل يعمل بيها ضمن نطاق اختصاصه، فاتجه إلى العمل كعامل بسيط في أحد بحيرات الأسماك. اتضرر كثيرا من الردم المستمر للبحيرات، من قطع المياه، من شح المياه، واشتغل في أحد البحيرات الأخرى، ولكن للأسف أيضا كان هناك تضييق كبير جدا، إلى ما أنه انتقل إلى رحمة الله تعالى بسبب سكتة قلبية مفاجئة. طبعا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعزي الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، وأيضا نعزي أسرة المرحوم، وعملنا فيديو بسيط على مود نستذكر اليوم ونقرأ لسورة الفاتحة. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. أنت مربي لو عامل هنا؟ عامل هنا مع علم تخرج جامعة صحيح، بس ما لقيت عمل. ماكو شفت فرصة، ماكو فرصة عمل. نعم، تحس انه عملك مهدد اذا استمرت هاي الظروف، انه اكو منع، اكو ردم بحيرات؟ اكيد، احنا كنا على بزل ثاني قبل ما نجي لهنا، ذاك البزل يعني شح تماما، وفقدت يعني مئات العوائل ومئات الاشخاص فقدوا رزقهم. التجأنا لهذا المكان، يعني المي شحيح ومهدد بالانقطاع التام. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. طبعا اليوم انا لله وانا اليه راجعون، لا اعتراض اليوم على حكم الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني حقيقه خساره كبيره لشاب مثابر ومتواضع. انا لله وانا اليه راجعون. طبعا احبتي المشاهدين، اليوم محور حلقتنا لهذا اليوم يخص واسط. كان عندنا لقاء خاص مع محافظ واسط الدكتور محمد الميالي، وتحدثنا عن موضوع واسط عاصمة الزراعة العراقية. لهذا الموضوع اللي تقريبا وافق عليه رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، وأيضا تبناه رئيس الجمهورية. هل هو حلم؟ هل هو ممكن أنه يتحقق؟ كيف يتحقق؟ ما هي المقومات اللي تحتاجها واسط على مود اليوم نذكرها أنه هي عاصمة العراق الزراعية؟ طبعا اللي كان عندنا ضيوف، يعني ضيف، ولكن للأسف هذا الضيف اعتذر، صار عنده حالة وفاة أيضا في محافظة واسط، فحتكون عندنا اتصالات مباشرة مع ناس مختصين بهذا الموضوع. وأول اتصال هاتف راح يكون مع الشيخ ضياء الربيع، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية، وأيضا لديه صلة مباشرة بمحافظة واسط. أهلا بك شيخ ضياء. حياك الله، بارك الله فيك، مرحبا. ان شاء الله يا رب تكون بخير. اللهم ربي يحفظك، كلك خير ان شاء الله. ربي يخليك. شيخ ضياء، نريد نعرف اليوم مثلا موضوع انه واسط عاصمة الزراعة العراقية، هل تستطيع واسط ان تكون عاصمة الزراعة العراقية؟ وما هي مميزات واسط اللي تميزها وممكن تاخذ هذا المصطلح وفرقها عن باقي المحافظات؟ فعلا هذا صحيح. تحياتي لك ولقناتكم الموقرة، وتحياتي لكل اخوة المشاهدين لكم، وبيكون بركة إن شاء الله. وفعلا محافظة واسط محافظة يعني مو وليدة، لا هي أرض خصبة وميها الحمد لله إن شاء الله زين، وناسها أمين كلهم يعني مهتمين بالزراعة بشكل جيد. يعني هذه المسميات كلش حلوة، أنه تشجع العملية. وإحنا صراحة نشكر دولة رئيس الوزراء على مبادرته وتعامله ويا الفلاحين ودعمه. وفعلا هو كان مع قبل يومين مع رئيس
اتحاد الجمعيات الفلاحيه، وهم دعمنا بس اليوم كان اكو لقاء بين رئيس الجمعيات الفلاحيه ورئيس الوزراء. وهذه نعم اليوم كان اكو لقاء؟ لا يوم السبت كان لقاء ويا رئيس الاتحاد. نعم. من ضمن النقابات، وكان فتحنا السماد لكل الفلاحين وعن طريق اتحاد الجمعيات الفلاحيه وبدون مؤاخذات اخرى. ممتاز. يعني شو وقت يتطبق هذا القرار؟ ها؟ شو وقت يتطبق هذا القرار؟ والله هو رجل بالغ ان شاء الله يطبق خلال هالاسبوع هذا، متمنين كل الخير ان شاء الله بقرار دولة رئيس الوزراء. نعم. وان شاء الله لكل الفلاحين هي فرحه اذا انفتحت، لانه اذينا وعانينا احنا من عمليه السماد بهوايه. نعم. شيخ ضياء، يعني دائما نسمع انه الفلاحين في محافظة واسط يعانون من مشكله رئيسيه وهي مشكله المياه. نريد المي. ايه شنو مشكله يعني مشكله المياه في واسط؟ المواد المائيه قد تتدخل بخصوصيه قويه بعمليه الماء الواسط. نعم. زين. وبالنسبه يعني صور المي العماره تعرف لكن طلعت فيها ما صار لها مي. فاحنا نريد شويه الماي يطلع شويه طاقات مائيه خلال هاي الفتره، لان عندنا سريه فطام وعندنا امور يعني هي اهم شيء عندنا هذه الفتره يعني. وإن نعم. شاء الله على موسم تعتبر محافظه واسط اكثر محافظه بانتاج الحبوب الاستراتيجيه؟ نعم. تعتبر محافظه واسط هي اكثر محافظه بانتاج الحبوب الاستراتيجيه وهذا اللي فعلا يميزها. فعلا هي كلها هي دائما تأول يعني دائما اول بالانتاج. اه ممتاز. طبعا كل التحية والشكر لك الشيخ ضياء الربيع عضو مكتب التنفيذ للاتحاد. اشكركم ان شاء الله وبالتوفيق لكم وكل الفلاحية. طبعا من خلال كلام الشيخ ضياء الربيع انه هناك كان اتصال او عفوا اجتماع او لقاء بين رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، وكان هناك قرار انه بفتح اليوم اجازات استيراد عن طريق الجمعيات الفلاحية. بهذا الخبر اللي موضوع السماد، وبهذا الخبر انه ممكن انه تقل اسعار السماد بشكل كبير جدا، لان من اكبر اليوم المعاناة اللي تعانيها كافة المحافظات والفلاحين هو موضوع اسعار السماد اللي وصل الى ارقام كبيرة جدا. طبعا احبتي المشاهدين عندنا فيديو بمعلومات كثيرة عن واسط عاصمة العراق الزراعية، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين وشاهدنا المعلومات الكثيره انه احد مميزات محافظه واسط انه عدد كبير جدا من سكانها يعملون في قطاع الزراعه، وايضا معلومه اخرى انه هي اكثر محافظه يدخل بها نهر دجله اللي يخترق اليوم المحافظه من الشمال الى الجنوب. الان ضيفنا عبر الهاتف الاستاذ سالم البطيخ، معاون محافظ واسط لشؤون الزراعه وايضا مدير عام زراعه واسط. اهلا بك استاذ سالم. يا اهلا وسهلا، حياكم الله وحياكم وحيا مشاهدي قناتكم الكرام. ربي يخليك. طبعا استاذ سالم اليوم اريد استرسل وياك بالحديث عن اليوم موضوع واسط عاصمه الزراعه العراقيه. حقيقه كان عندنا لقاء مع سياده المحافظ محافظ واسط دكتور محمد المياحي، وكان اليوم متفائل بهذا الموضوع، حماس كبير جدا. اليوم انت كمختص بهذا الموضوع وانت معاون المحافظ لشؤون الزراعه وايضا مدير زراعه واسط، هل تتوقعون ان هناك المقومات، هناك الاسس الثابته لجعل واسط عاصمه للزراعه؟ اهلا وسهلا، لتصحيح المعلومه سلام البطيخ. نعم. سلام البطيخ. نعم استاذ سلام البطيخ. سلام. نعم استاذ سلام تفضل. اسفين. لا يخفى على الجميع ان محافظه واسط محافظه زراعيه بامتياز بحكم موقعها الجغرافي. نعم. واراضيها الزراعيه الجيده واغلبها مستصلحه
كذلك توفر الايادي العامله وتنفذ خطه زراعيه بواقع اكثر من 700 الف دونم لهذا الموسم الحالي. حاليا الخطه المنفذه اكثر من 720 الف دونم لمحصولي الحنطه والشعير في المحافظه. هذه الخطه نفذت بوقت مبكر بتوفر الحصص المائيه في بدايه الموسم مع تعرض المحافظه لسقيط مطري جيد. صح. اعطى ريه انبات كامله للمحاصيل. حاليا للمحصول تقريبا في منتصف عمره الزمني، وهذا يعني متفائلين ان شاء الله بان يستمر الموسم فيما اذا توفرت الظروف الجويه والمياه تحسنت بشكل جيد لتعرض هذه الفتره تعتبر موجوده حاليا لمسنا الشحه المائيه على عمود نهر دجله. نعم استاذ سلام، كيف انولدت فكره انه مثلا عندنا واصل زراعيه، عندنا بابل زراعيه، عندنا المحافظات اغلبها هي محافظات زراعيه، كيف انولدت فكره انه واصل تكون العاصمه الزراعيه للعراق؟ واصل سله غذاء العراق باعتبار انتاجها السنوي من المحاصيل الاستراتيجيه اللي هي تمول البطاقه التموينيه تفوق في السنوات الاخيره فاقت انتاج كل محافظات العراق بهذا الجانب، واصبحت محافظه واصل متميزه بهذا الانتاج من محصول الحنطه، ووفرت يعني حصه تموينيه لاكثر من اربع محافظات مجاوره، وهذا جاءها التميز كذلك موقعها الجغرافي واراضيها الزراعيه ومشاريعها الزراعيه والحيوانيه. نعم، طبعا عندي بعض الاسئله اليوم اللي انا حقيقه اخذتها من بعض الفلاحين في محافظه واسط، وبما انك اليوم ويانا على مود اليوم نستفاد من وجودك في برنامج ارض السواد. استاذ سلام، يعني دائما نسمع انه ما اريد اسميه صراع، هو اسميه اختلاف بين المحافظات على الحصص المائية، دائما تذكر محافظة واسط بهذا الموضوع. إلى متى الخلافات مثلا على شط الغراف؟ يعني هناك كانت نسبة مئوية محددة لمحافظة واسط وقلت هذه النسبة لمحافظات أخرى. متى تضعون الحل اليوم لأنه تقنيات ري حديث أو أخذ حصة واسط كاملة من المياه؟ الحقيقة وأنه الحصص المائية تكون تحت تصرف وزارة سيادية هي وزارة الموارد المائية بإطلاقاتها وتوزيعاتها على عمود نهر دجلة وتوزيعها على المحافظات المستفيدة، ويفترض أن تكون بشكل عادل. المحافظة متهمة بصراحة لكون موقعها على وسط عمود نهر دجلة، وهي هاي المشكلة اللي تتحملها المحافظة، لكن لا دخل للمحافظة لا من قريب ولا من بعيد بتوزيع الحصص المائية باعتبار هناك دائرة معنية ممثلة للوزارة هي مديرية الموارد المائية في واسط تتحكم بتوزيعات المياه ونظام المراشنة على عمود نهر دجلة وعلى عموم الرقعة الجغرافية والخطة الزراعية للمحافظة. نعم، سؤال أيضا أخير اليوم، يعني هناك بعض الدراسات اللي تقول في واسط أكثر من 4000 بستان مثمر في واسط، ولكن للأسف أنه الكثير منها حسب الدراسات والإحصائيات جرفت. اليوم هل عندكم الحلول لوقف مثل هذه الجرائم اليوم اللي وصفها اليوم محافظ واسط بأنها اليوم أحد ملفات الفساد؟ لا، التجريف حاليا هناك إجراءات قانونية وإجراءات فنية برفع هاي التجاوزات وحالتها إلى المحاكم المختصة سواء في داخل المدن سواء باعتبارها أراضي زراعية ولا زال جنسها زراعي لحد هذه اللحظة. بالعكس هناك في محافظة واسط يعني بساتين عامرة بأشجار النخيل وبشكل يعني كثيف خاصة على عمود نهر دجلة من شمال المحافظة إلى جنوبها. ممتاز. يعني موجود هذه الحالة، لكن كمحافظة ومديرية زراعة واسط تصدينا لها باتخاذ الإجراءات القانونية وحالتها للمحاكم المختصة. نعم، كل التحية والشكر لك الأستاذ سلام البطيخ، معاون محافظ واسط لشؤون الزراعة وأيضا مدير زراعة واسط، على كل هذه المعلومات. طبعا أحبة المشاهدين، يعني لما نتكلم اليوم مع معاون محافظ واسط او تكلمنا مع محافظ واسط شخصيا، انه للاسف انه اليوم اسم محافظة واسط دائما يرتبط بالخلافات المائية، يعني اليوم انه شط الغراف هو مقسم، يعني مقسم بين عدة محافظات او اقضية ونواحي، حصة المحافظة تقريبا لازم تكون 44% من شط الغراف، انه نزلت هذه النسبه الى 30 والان ممكن الارقام نزلت يقولون الى 25% فقط. انه موضوع واسط عاصمه الزراعه العراقيه او عاصمه الزراعه في العراق انه راح يغير الكثير منها، يعني مثلا
انه ما هي الفائده لما اعطي منطقه حصه مائيه نفس منطقه تنتج الكثير من الحنطه والشعير، واكو منطقه هي ما تنتج بس لازم يمر من يمها النهر. هذا الشيء لازم نبتعد عنه، وايضا رسالتنا لوزاره الموارد المائيه انه اليوم اعطاء الحصص المائيه حسب انتاجيه المحافظه او حسب انتاجيه المدينه، يعني حتى تكون هناك يعني استفاده اكثر من المياه. وللاسف تشوفون الهدر اللي خاصة موجود بالمحافظات الوسطى والجنوبية البعيدين جدا عن موضوع تقنيات الري الحديث. إلى الآن أغلبنا يستخدم الري السيحي اللي تأسس من السومريين إلى الآن آلاف السنوات، وهذا حقيقة إشكالية كبيرة جدا. مثل ما ذكرت لكم أحبة المشاهدين، كان عندنا لقاء مع محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي، وخصصنا تقريبا ثلث الحلقة على الشأن الزراعي والواقع الزراعي وعلى واسط عاصمة العراق الزراعية. تحدث بالكثير عن واسط الزراعية وكيف اليوم هذه الفكرة اللي ممكن تنجح. خلونا نشاهد هذا اللقاء، جزء من اللقاء وراجعين. الحقيقة ملف الزراعة الحقيقة ممكن واسط أن تكون هي مصدر أساسي للثروة الاقتصادية في العراق، خاصة في مجال الزراعة، الثروة الحيوانية، أيضا الأسماك، بيض المائدة، الدجاج، يعني الحقيقة الآن احنا في هذا المجال القطاع الخاص نجح نجاح كبير. صحيح. رغم انه قلة الدعم الحكومي وربما بعض الإجراءات اللي هي الحقيقة دفع الفلاح وخاصة أصحاب القطاع الخاص في الثروة الحيوانية دفعوا ضريبة كبيرة. فعلا. الحدود مفتوحة، الأسمدة غير متوفرة، الأسعار المتذبذبة لتسويق الحبوب. أنا أعتقد بأنه الآن الحمد لله إحنا نطرح ونسوق موضوع واسط عاصمة العراق الزراعية. السيد رئيس الجمهورية الموقر أيضا تبنى هذا المقترح، قدمنا دراسة واضحة. إحنا في صدد إقامة مؤتمر وطني وربما دولي انه لتسويق واسط امكاناتها في واسط 6 مليون دونم صالح للزراعه، في واسط دجله يمر من 330 كيلو اطول مسافه في العراق كمحافظه، انه هو يخترق جسد المحافظه. صح. من الشمال الى الجنوب، في واسط الغراف، في واسط انهر، مئات الانهر الفرعيه، واسط مدينه القصب هي تاريخيا موقعها استراتيجي على كانت هي محطه للقوافل من الهند وأفغانستان وإيران، وهي نقطة التقاء من طريق الحرير السابق. نعم، هي نقطة والتقاء بين الكوفة والبصرة والنهروان. صح. فموقعها الجيوسياسي استراتيجيا انطاها ميزة، انهم مدينة كانت هي مدينة خضراء، كان دجلة مو مثل ما موجود الآن مدن، كان هو عبارة انه مسطحات المياه في يمين ويسار نهر دجله بشكل تام، والتاريخ يعني حدثنا انه هذه مدينه جميله. انها كانت فيها افضل انواع المزارع والاشجار واشجار النخيل والبساتين. نعم. وبساتين بدره اذا نتحدث عنها والتمور. أكيد. فهذا انا اعتقد ليش نريد نقول احنا مبادره واسط عاصمه العراق الزراعيه، نريد لها امكانات خاصه. وعندنا من اهم الاشياء اللي لابد انه على الدوله ان ترعاها، الحصص المائيه يجب ان توزع على الانتاجيه، لا توزع على المساحه وكثافه ممكن ما بها انتاج. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين وشاهدنا جزء من اللقاء اللي حقيقه تحدث عن مميزات محافظه واسط من لسان المحافظ مباشره، اللي حقيقة يعني اليوم لما نتحدث عن واسط تحتاج إلى خصوصية كبيرة جدا. اليوم أكو بعض المحافظات متميزة بشيء معين، يعني اليوم لما نقول محافظة كركوك متميزة مثلا بالذرة، اليوم محافظة البصرة متميزة بالنخيل وبصيد الأسماك، محافظات أخرى. اليوم واسط تقريبا يعني مجتمع بيها كل الأمور اللي تخص الثروة الزراعية والثروة الحيوانية. إذا على الأهوار موجود هور الدلمج، إذا على موضوع الزراعة الاستراتيجية فهي أكبر محافظة إنتاجية بالزراعة الاستراتيجية اللي توصل تقريبا إلى مليون طن كمعدل سنوي.
أما على الثروة الحيوانية فواسط هي المحافظة الثانية تقريبا بإنتاج الأسماك، أو المحافظة الثالثة بالدواجن، تقريبا تتنافس مع محافظة بابل. فحقيقة أنه بيها أمور كثيرة جدا ومميزات كبيرة جدا نقدر نستفاد منها. اليوم لما نختار واسط محافظة عاصمة الزراعة، أنه هو مو نكاية بمحافظة أخرى أنه راح تحصل على مميزات أكبر من المحافظات الأخرى، لا بالعكس، هي كلها تكاملية، يعني إنتاجية في منطقة معينة يكون هناك تكامل بمنطقة أخرى، هي تكاملية، يعني مو أنه محافظة حتتفوق على محافظة أخرى أو هناك اهتمام أكبر. ولكن لما نذكر اليوم هذه المحافظة حقيقة بها مميزات كبيرة جدا. اليوم لما شط الغراف اللي حقيقة تكون به إشكاليات، وأيضا ده يحتاج موضوع صيانة، ولكن تخصيصات مالية بالسنوات اللي راحت بسبب اللي صارت الظروف من تظاهرات وفيروس كورونا وأزمة سياسية كانت خانقة بالسنة الأخيرة، كانت هناك ماكو إصلاحات للمشاريع الأروائية. اليوم مثلا شط الغراف المهم جدا لمحافظة واسط. اليوم لو نقارن مثلا بين محافظة ديقار ومحافظة واسط، من هي المحافظة اللي عندها إنتاجية أكبر بالزراعة؟ إذن هي محافظة واسط، هذا واقع. صح الكثافة، إنه أنا ما أوزع المياه على الكثافة السكانية، وهذا حقيقة خطأ استراتيجي، هذا صار لنا تقريبا عقود من الزمن قاعد نوقع به، إنه أنا أشوف المحافظة أو المدينة على إنتاجيتها زراعيا إنه واسط متفوقة على ديقار. صح ديقار تحتاج المياه، موضوعة الأهوار، موضوعة اليوم للاستخدامات الأخرى، وأيضا عندها زراعة ما أقلل أبدا، ولكن اليوم نتكلم عن المحافظة الأكبر زراعيا، كيف نطورها؟ أيضا على موضوع الثروة الحيوانية ووجود المراعي، ما شاء الله أنه خاصة في المنطقة الشرقية من محافظة واسط هناك مراعي طبيعية كبيرة جدا، بدرة وجصان وغيرها من المحافظات المهمة باليوم بتمويل المحافظات الأخرى بالمياه بسبب السيول اللي تدخل دائما من شرق العراق، سيول الأمطار وغيرها. فالحقيقة أنه هذه الخطوة اللي متبنيها اليوم مباشرة رئيس الجمهورية هي خطوة نقدر أنه اليوم نعتمد عليها، وأساس قوي من أجل اليوم عراق مزدهر، عراق منتج زراعيا ما يعتمد على الاستيراد دائما. خلونا نشاهد جزء آخر من اللقاء الخاص مع محافظ واسط. يعني أيضا بعض الدراسات، إذا نبقى بموضوع الزراعة وعاصمة الزراعة العراقية، أنه أكو أكثر من 4000 بستان مثمر حسب الدراسات في محافظة واسط، ولكن أيضا بعض التقارير تقول أنه جرف أكثر من نصفها، ناس تقول لك لا أكثر من 85% حسب أرقام مختلفة. دور اليوم المحافظ اللي يعتبر رئيس لجنة زراعية في المحافظة من الحد مثل هيك، يعني حقيقة أنا أعتبرها جرائم بحق اليوم. هي جريمة، نعم في القانون جريمة حقيقة، تفتيت الأراضي الزراعية وخاصة تجريف البساتين من أخطر ملفات الفساد في العراق. هناك مجموعات نافذة، وخاصة عندما ضعفت الدولة بعد حرب داعش، شوية صار انشغال أولويات في الدولة صح بمحاربة داعش، فنفذت أنه هاي المناطق العشوائية وبيع الأراضي الزراعية، وما زالت موجودة، وتقريبا أغلب البساتين داخل مراكز المدن مع الأسف تم تجريفها وبيعها وبالمليارات، أحن العشرات للقضاء. لكن أنا أعتقد أنه الحل الأمثل هو إعادة سلطة رؤساء الوحدات الإدارية، كانت عندها صلاحية قاضي الجنح، وهذه مهمة حتى المتجاوز يتوقف الحين أن يشيل التجاوز. هاي لغت بعد 2003. أي نعم، تداخل دستوري قانوني. مفتش الري أتوقع صفة قانون. نعم نعم، وبالري لا أنا تدري بالري كان يعني عنده سلطة 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 قوية بالري، واحد يقدر يتجاوز على مضخة، واحد يقدر يفتح مي بالتوقيتات، ما يصير تجاوزات. الآن أنا أعتقد إنه شفنا المجلس القضاء الأعلى ده يدعم بشكل مباشر أنه موضوع التجاوزات، لكن تدرت أنا الآن متجاوز على ما قيم علي دعوة، على ما يروح، على ما يتكفل، على هو باني ومكمل وفتت وتبيع، صارت منطقة وتجي وتدري. هسه لا، بدينا الحقيقة إجراءات رادعة، وأحن الكثيرين للقضاء، وهؤلاء وإن بعضهم ينتمي إلى جهات تحاول تفتيت الأراضي
وعندنا مشكله بيئيه حقيقيه، يعني المناطق الخضراء بدات تنحصر، وهذا يشكل خطر حقيقي على البساتين بيئيا، وهي جريمه الحقيقه فظيعه انه موضوع التجاوز على المساحات الخضراء. رجعنا وياكم احبه المشاهدين وشاهدنا الحقيقه كلام المحافظ حول موضوع التجاوزات. يعني في فتره من الفترات كان انه هناك موظف او مدير الري يحمل صفه قاضي جنح، يعني مباشره انه يستطيع ايقاف مثلا اي شخص متجاوز على حصص مائيه او على اراضي زراعيه ويدخله ممكن السجن، ولكن للاسف تغير هذا الموضوع بسبب اليوم تضارب الاختصاصات. يعني الان من موقع وزاره الزراعه اليوم نحكي انه المناطق الزراعيه المهمه اللي موجوده في المحافظه، اليوم نحكي على العزيزيه، الصويره، النعمانيه، بدره، يعني حقيقه والكوت ايضا، حتى كمركز الكوت ايضا هو بمناطق زراعيه. نحتاج حقيقه تكاتف كبير جدا، مو فقط اليوم انه ندع المحافظ او المحافظه فقط تعمل بهذا الموضوع. نحتاج انه دعم من وزاره الموارد المائيه، نحتاج دعم مباشر ايضا من وزاره الزراعه وايضا من الجمعيات الفلاحيه. لان الحقيقه هيجي امور انه يعني هيجي امور انه ما نقدر اليوم انه نتحدث بيها بسهوله او تتحقق بسهوله لو ما انه حقيقه الجميع انه يجب ان يتعاون من اجل اليوم مصلحه واحده. مثل ما قلنا انه هي المصلحه انه الواسط تعلن انه هي كعاصمه للعراق الزراعي. بما انه تحدثنا على التكاتف وذكرنا الجمعيات الفلاحيه، الان عبر الهاتف الاستاذ صباح التميمي رئيس الجمعيه الفلاحيه في محافظه واسط. اهلا وسهلا بك استاذ صباح. يسلمك استاذنا العزيز. ربي يخليك، شلونك؟ صحتك ان شاء الله بخير. بخير الحمد لله، حفظك ويعزك استاذنا. ربي يخليك. استاذ صباح، يعني اكيد سمعت انه موضوع انه واسط عاصمه العراق الزراعيه، وان المحافظ دا يشتغل على هذا الموضوع، والتقى مع رئيس الجمهوريه والتقى مع رئيس الوزراء، وكانت هناك الامور تبشر بخير. اليوم رايكم انتم كجمعيه فلاحيه، هل تستطيع واسط ان اليوم تفوز بهذا الاسم؟ والله ان شاء الله كان واسط اللي يتوقعونه 100% كان الواسط سلة خبز العراق. صحيح، واسط يعني كل المواصفات اللي تحكيها المحافظة عليها هي تستحق واسط. بما دعم من محافظ واسط لهذه المحافظة، بس يا للأسف وزارة الموارد المائية تعرقل مسيرة الزراعة بواسط، لكون اكو اريد للناصريه واريد للعماره، مع العلم كل انتاجيه واسط انسحبت للناصريه والعماره والبصره بما فيهم اقليم كردستان، طلعت انتاجيه محافظه واسط. نعم، يعني سبب كلامك انه مشكلتكم الكبيره هي موضوعه المياه؟ اي والله، يعني زرع اجى انتاجيه وصل للسلبل يسلمل النافر والمي ماكو لحد الان. كل ما راجع وزاره الموارد المائيه وراجعنا الهيئه العامه قلنا لهم عمي مساحه واسط يعني خير جاي من الله. صح، اخر تقريبا اخر ريه هذه زرع النافض واللي زرع اللي حصل السقي ماله بالامطار، فخلنا نعالج هاي اللي جاي انتاجيتها جايه جيد جدا. بعدين ما وصلت هذه الحاله، حتى كان اليوم اجتماع عندنا ويا السيد المحافظ، أيه؟ رجل تقريبا داعم للزراعه. ايش ذكر؟ شنو نوعيه الدعم اللي راح يقدم الى المزارعين في واسط؟ والله احنا هسه عندنا ضروره المياه، يعني هذا معرقلين المياه، مع العلم ما متوفر بالشط، بيروح للخليج، بيروح للبحر، ما مستفاده من عنده، ويعاقبونا معاقبات مو طبيعيه. الموارد المائيه والله شبعوا بينا غرامات، شبعوا بينا سجن، شالوا ماطوراتنا، يعني حاربوا الزراعه في محافظه واسط بكل امكانيات الموارد المائيه. اشتكيتوا للمحافظ على هذا الموضوع؟ والله المحافظ عنده علم، وتقريبا ما منطي مجال على هذه الاراء،
وقلنا له سياده المحافظ يعني دمروا زراعه واسط، قطعوا عن المياه، بعدين نشوف المي اللي يطلع بالشط يعني مو مي مو طبيعي، وهذا كان المي نسقي على كل الخطه قبل سنتين ثلاثه. هسه لا حرمونا من عند محاربونا محاربه، والموارد المائيه شالت المطارات وقطعوا كل المضخات وعاقبونا معاقبه نعم. مو طبيعيه. استاذ صباح ايضا اليوم تشتهر محافظة واسط باليوم بالعمل بالثروة الحيوانية، أيضا تأثرت الثروة الحيوانية بأزمات كبيرة في واسط الأمور الطبيعية. كثير بالثروة الحيوانية، لا توجد أعلاف، لا توجد يعني دعم من الزراعة للأعلاف الحيوانات، وتقريبا حتى كان شحة المياه كانت الأراضي مستصلحت تقدر تبجول بها الحيوان بيشوف المياه يعني بالعقر 6 امتار 4 امتار يوقع بالبزل بعد ما يطلع. نعم. السؤال الاخير استاذ صباح اليوم، هل تتوقعون اذا اصبحت واسط عاصمه العراق الزراعيه وتم تبني هذا الامر واقراره قانونيا انه راح يتغير الوضع الى الاحسن؟ والله استاذنا العزيز واسط يعني تم الزراعه شو اسمها جبت انسى الكلام اللي حكيت لي يا استاذ العزيز. نعم وياك. اللي حكيت تفضل لي بيها حسين. استاذ يعني السؤال هو واضح، يقول لك انه هل اذا تغير الوضع واصبحت واسط عاصمه العراق الزراعيه واقر هذا بشكل قانوني، هل تتغير اليوم الوضعيه للاحسن؟ والله نشوف يعني من الصعوبه، يعني اليوم تقريبا حصلت مداوله بين الموارد المائيه اجتماعيه من السيد المحافظ، واحنا كنا قاعدين والحاله يعني من الصعوبه نحصل على ريه مياه للاراضي للزرع شويه اللي نافض، والبقيه كان يعني لكون افلي من المطر هذا اللي صار. لو كان نعم. اكو معاونه مساعده من موارد المائيه ممكن نحصل، بس اكو علاج اذا يعالج المحافظ بهذا الموضوع ان شاء الله خير. ويا الموارد المائيه وقال لهم احنا نريد شلون نحصل مي لهي الريه الاخيره. كل التحيه لك الاستاذ صباح التميم رئيس الجمعيات الفلاحيه في محافظه واسط على كل هذه المعلومات، انه من ابرز المشاكل. يكلمك استاذنا العزيز. ربي يخليك. ننورك بالسماد. اكيد هسه راح اذكر يعني هذا الموضوع، شكرا جزيلا. يكلمك استاذنا العزيز. ربي يخليك. من الأهم الصعاب اليوم اللي يواجهها المحافظ في واسط خاصة وبعموم العراق هو موضوع أسعار السماد. كانت هناك حلقة لبرنامج أرض السواد في شمال محافظة واسط وبالتحديد في منطقة تاج الدين ناحية سيد الشهداء، وتحدثنا حول موضوع ارتفاع أسعار الأسمدة. خلينا نشوف نشاهد هذا اللقاء وراجعين. المعاناة هسه حاليا الموجودة، أولا بدينا بداية الموسم شحة المياه، مياه ماكو. صح. أي. الله سبحانه وتعالى وجه لنا هاي الامطار مثل ما تعرف. اي هسه يمكن الزرع هذا ما نسقى مي عبره مثل ما نقول احنا، يعني هذا الخضار اللي نشوفه كله على امطار. كله على امطار هذا. صحيح اجى مي مو ما اجى، بس اجى متاخر، لان تعرف انت مشكله المي هي مشكله عامه، مشكله بلد كامل. صحيح. اي. مشكله خارجيه. مشكله خارجيه بالضبط، يعني. تعرف انت هاي موضوع هو سياسي يعني هاي. صحيح. بالاضافه لهذا احنا نعاني من شغله هسه الاسمده ماكو. يعني شوف هسه انت هذا الزرع يريد اقل شيء احنا نذب 3 مرات اسمده. اي الكيماوي اللوريا الابيض احنا نصير. نعم. اي ولحد الان ما مستلمين، احنا حصصنا من الدوله لحد الان تجهيز ماكو. من تروح للاسواق السوداء بدا الصعود من 800,000 للطن، وحتى الان اليوم السوق 1,350,000 للطن الواحد. نعم. اي حتى دا اسمع فلاحين دا يتمنون يقول لك بلكت نحصل على 1,300,000. رحم الله والدي. ماذا يحصل؟ احسنت. هو على 1,300,000 اليوم ماكو، يعني حتى من يروح بالسوق او 1,300,000 يشتري وما يشتري، بس ماكو، ما موجود، مفقود. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. الحقيقه انه حلقه اليوم هي حلقه داعمه لهذا المشروع او لهذا المقترح. حقيقه اكو دراسه كامله علي ايضا ارسلت الي وتحدثنا بها وايضا سوت عليها اعداد. ممكن انه نوصلها لوزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية، وايضا يعني اليوم كأرض السواد هو داعم مباشر لكل محافظات العراق.
بموضوعة الإنتاج الزراعي، الإنتاج الحيواني، الإنتاج الوطني عموما. نتكلم عن حصص المياه. اليوم أرض السواد داعم لمثل هذه المشاريع. الحقيقة يعني بالحلقات القادمة أيضا راح نركز على هذا الموضوع، ونركز على كل محافظة وعلى أهميتها الزراعية اللي حقيقة نحتاجها أكثر وأكثر. أيضا نوصل اليوم المعلومة، اليوم مثل ما نذكر أنه أرض السواد هو برنامج من أجل خدمة الفلاح العراقي والمزارع العراقي، إيصال اليوم همومه وشكاواه من الفلاح إلى المسؤول مباشرة. حقيقة الكثير من القضايا حلت عن طريق برنامج أرض السواد، وهذا حقيقة وسام على صدورنا اليوم. فنحتاج تكاتف الجميع من إعلام، من وزارات متخصصة، من مجلس نواب، من محافظين، أن اليوم الاهتمام يتجه حول الزراعة أو نحو الزراعة. شاهدنا بأحد الفترات أنه أسعار النفط اللي وصلت إلى أسعار متدنية جدا بعز أزمة فيروس كورونا، والرواتب تأخرت، وزي الحكومة السيد الكاظم زيدت الدولار على مود الطب العراقي. فحقيقة النفط صاعد نازل، ولكن اليوم احنا عندنا أمن غذائي، اليوم بزراعتنا أمن غذائي، تحفظ كرامة المواطن، كرامة الوطن من خلال الاهتمام المباشر والداعم المباشر إلى الزراعة وإلى القطاع الزراعي. نبقى على موضوع الأسمدة اللي حقيقة بها مشكلة كبيرة جدا، وبها حقيقة تصير غبن وظلم للفلاح، لأن الفلاح يزرع له 5 دوانم 6 دوانم يجي يجيب الطن من الكيمياوي يوصل 1.5 مليون و1.6 مليون، ويعني أرقام كبيرة جدا حسب كل منطقة. فمشكلة أنه إجازات الاستيراد متخصصة بمجموعة من المتنفذين، هم اللي قاعد يستوردون، والفلاح قاعد يتحمل كل هذا الفرق. أيضا سألت سيادة المحافظ حول الموضوع الأسعار الأسمدة، وصارت أزمة كبيرة جدا بالحرقة اللي صورناها بشمال واسط بسبب الأسعار المرتفعة جدا والشح اللي صار بالأسمدة بمحافظة واسط. إذا قضينا على كل هذه المشاكل نقدر نبدي بصورة صحيحة بمشروع واسط عاصمة الزراعة العراقية. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. حقيقة يعني دائما عندهم عتب كبير جدا على الجهات المختصة، مو على كمحافظ، على وزارة الزراعة، بموضوع مثلا الأسمدة، الارتفاع المبالغ بأسعاره اللي تركوا أراضيهم بسببه. يعني اليوم هل اكو سلطه للمحافظه هو هذا ياثر مباشره؟ هذا الملف لا يخلو من الفساد. الفلاح يدفع ضريبته، الاسمده توصل 1.5 مليون، وهي يعني مفترض 250,000. ليش؟ انه يخلونها اثناء الحاجه الها ما يجهزوها، ينتهي الحاجه الها يلا يجهزوها، حتى يضطر الفلاح وين؟ يروح يشتري سوق سوداء. السوق السوداء منهم سيطر عليه؟ مستوردين محدودين بالعراق، هؤلاء هم يسيطرون على هذه المواد اللي هي حاجة سنويا لها يحتاجها الفلاح في بداية الزراعة وأيضا يعني في المتصف. أنا أعرف فلاحين من محافظة واسط يضطر يروح إلى محافظات كردستان على ممكن إذا قدر يعبر له بعض الأسمدة لأن أرخص. ذلك أنه اعطاء صلاحيه للفلاح انه يستورد مهم جدا، عدم احتكارها من بعض النافذين، وايضا تشغيل معامل موجوده في وزاره الصناعه. ليش عندنا بيجي؟ ليش البصره احنا سنه عطل في حاجه الموسم، عدم تشغيل المعمل؟ صار ليش شهر تقريبا؟ ليش انتهى الموسم هسه يلا شغلنا؟ احنا بعض المواطنين خطيه اشتروا وما بسوق سوداء. فاعتقد هو ملف به شبهات فساد، احتكاره من البعض حتى يسيطرون على الاسعار، والفلاح يدفع ضريبتها سنويا مع الاسف. نعم. حتى ياثر على الغله، الغله في الانتاج ياثر عليها بشكل مباشر. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين، وايضا الدكتور محمد المياحي خص قناه الايام الفضائيه بخبر انه هناك قريبا مؤتمر دولي للبدء بمشروع واسط عاصمه الزراعه العراقيه. طبعا يا رب ان شاء الله رسالتنا وصلت. طبعا عذرا انه الضيوف يعني تعذر وصولهم الى العاصمه بغداد بسبب اليوم حاله وفاه وايضا مشاغل اخرى وكبرى. فنتمنى انه الحلقات القادمه ايضا راح نتحدث بتلك المواضيع اليوم من اجل زراعه عراقيه حقيقيه تعتمد على نفسها.
إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.